بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسرى المرسلين. نواصل الشابتر 6، شوف المقطع التاسع. لامينار فلو ان تيوبس، شو بريشر دروب تمبريتشر بروفايل. A quantity of interest in the analysis of pipe flow is the pressure drop, since it is directly related to power requirements of the fan or pump to maintain flow. علشان الفلود فلو يظل مستمر في هذه البايب، فلازم يكون فيه ضخ عن طريق بامب أو استخدام فان لغاز معين، وبالتالي حيكون فيه فرق في الضغط اللي هو دلتا بي ما بين مثلا الانلت 1 والاوتلت 2 بي 2 ماينس بي 1 على ال اللي هو طول هذه البايب. لاحظ تتكرر المعادلة اللي كانت عندنا في المقطع الماضي، في ام تساوي هذه قيمتها، اذا لها علاقه ب بريشر دروب. بالنسبه للامينار فلو بالتعويض في هذه المعادله مباشره، الدلتا بي تساوي هذه هي قيمتها. اما في علاقه جنرال تتعلق بالفريكشن فاكتور او دارسي فريكشن فاكتور، هذه تصلح لللامينار والتربيلان، تصلح للسيركلر والنون سيركلر تيوبس والرف وسموث سيرفيس. بالنسبه للفولي ديفلوبد لامينار فلو سيركلر تيوب، هذه هي الرينولدز، هذه هي الفريكشن فاكتور، علاقتها مباشره بالرينولدز وهي مستقله عن الرفنس اوف ذا تيوب سيرفيس. لما يكون البريشر دروب معروف فريكوايرد بامبينج باور از ديترمين، يكون معروف وثان. إذن acquired pumping power تتعلق بالفوليوم flow rate اللي هو معروف، مثلا هنا بالنسبة للcircular tube هذه قيمته. لو بدنا نشوف temperature profile، ناخذ الانرجي بالانس من عند x هنا إلى x plus delta x في سمك، يعني delta x نعرف انه m dot الانرجي هي هنا عند الاكس وهنا عند الاكس بلس دلتا اكس، تتعلق بدرجة الحرارة. والكيو اللي هي عبر السيرفيس، هنا الكيو عند الار، هنا الكيو عند الار بلس دلتا ار. الام دوت طبعا تساوي الرو في اي سي كروس سكشن اريا. نروح نقسم المعادلة هذه، نعيد ترتيب المعادلة هذه ونقسمها على 2r dr dx تعطيني هذه المعادلة. طبعا الفرق هذا على دي اكس لما دي اكس go to zero يكون يساوي المشتقة على المشتقة الاكس، نفس الشيء بالنسبة للكيو دوت. we use the definition of derivative. لاحظ الكيو دوت هذه مش هي اصلا الاي الاريا في دي تي على دي ار، اذا طلع الاشياء الثابتة من هذه المعادلة وخلي بس الار اللي هي متغيرة في هذا الاتجاه، أعوض عن عن كي على رو سي بي، عندك هنا رو سي بي هنا وعندك الكي، هذا اللي عوض عنهم بالألفا يعطينا هذه المعادلة تبع temperature profile. السلام عليكم ورحمة الله.